الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيك يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا قصة يعني هتندهشوا لصاحبتها اندهاش كامل، لأن احنا كنا أو الجيل بتاعي يعني كنا بنحبها جدا وكنا بنحب أفلامها جدا، ولكن أنا اتفاجئت مفاجأة يعني لما ببحث على اسمها وببحث على قصتها وبدور هنا وهنا وفي الكتب وفي على السوشيال ميديا وعلى التواريخ وعلى واللي هي عملته، اتفاجئت مفاجأة كبيرة جدا. الأول قبل ما ندخل في القصة أتمنى منكم الاشتراك في القناة لو الفيديو عجبكم وتفعيل الجرس وعشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. القصة بتبتدي عن الفنانة، مش بقدرش أقول عليها فنانة لأن الفن بيسمو بروح الإنسان، أي فن في الدنيا بيسمو بصاحبه، يعني بيخلي روحه كده حلوة محبة للآخرين، ولكن دي يعني أنا هقول لكم القصة وأنتم احكموا بنفسكم. القصة بتبتدي عن رأية إبراهيم اللي هي كانت بتمثل الرصاصة في القلب مع محمد عبد الوهاب وأفلام كتير أوي 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 مشهورة ليه. نبتدي باسمها الحقيقي، هي اسمها راشيل إبراهام ليفي، اتولدت سنة 1919 وماتت سنة 1977. والمفاجأة هنا بقى إن هي اتولدت في المنصورة اللي هي بلدي أنا، اتولدت في المنصورة. كان أبوها طبعا يهوديان الجنسية هما الاتنين، وعاشت فترة طفولة يعني لغاية 7 8 سنين، وبعد كده انتقلوا لحي المسكي في القاهرة في حارة اليهود، وهي ما زالت حارة اليهود موجودة في العتبة يعني. ولما اتنقلت هنا في المسكي طبعا والدها أدخلها في مدارس الليسي فرنسي، وهم كانوا اليهود زمان بيدخلوا أولادهم في المدرسة دي لأنها طبعا كانت بتعلم ولاد اللي هم الأغنياء ولاد اللي هم الإقطاعيين، فكانوا لازم اليهود ما يقولوش كما هو في نظرهم إن هم أحسن مننا، فكانوا بيدخلوا ولادهم. بعد كده لما كبرت التحقت وكانت هي تتعلمت بقى الفرنساوي والإنجليزي والإيطالي، اتعلمت لغات كتير. تخرجت من كلية الآداب، وطبعا الأولاد اليهود في الفترة دي كانوا بيشتغلوا في محلات، دايما محلات الملابس، فهي كانت اشتغلت في نقت المحلات اللي هم بيبيعوا ملابس لأولاد اللي هم الزوات أولاد الإقطاعيين، فهي بدأت تبيع في الملابس دي، وخاصة إنها كانت بتعرف تتكلم إنجليزي وإيطالي وفرنساوي، فكان يعني سهل التعامل معاها مع الطوائف التانية يعني. وكانت دايما تستقطب او تقصد ان هي تتصاحب على بنات الاغنياء بنات الاقطاعيين على وتنقلهم ملابسهم، وكانت هي بتخيط، اتعلمت كمان التفصيل، فكانت بتجيب المجلات اللي هي الاجنبيه وتاخد منها الفساتين تفصيلات الفساتين الاجنبيه، وكانت بتعملها لاولاد الزواج دول، وكانت اصطحبت عليهم وبقت تخش بيوتهم وبقت تروح معاهم في نوادي، يعني بدات ان هي بقت منهم. من البنات دي بنت اصطحبت عليها جامد او يعني، وكان ابوها اسمه فريد الرفاعي، ده كان عنده محطه اذاعيه اهليه بتاعته ملكه يعني، زي قنواتنا دلوقتي زي قنوات اليوتيوب، كان اللي معاه فلوس وعايز يعمل محطه كان بيعمل براحته يعني. هي صاحبت على بنته قوي، وبعدين طلبت منه ان هي وهيعرفها ان هو يعرفها على ناس يدخلها في التمثيل لانها بتحب مهنة التمثيل وتحب ان تلتحق بالمهنة دي. ففي الوقت ده كان زكي طليمات هو رئيس المعهد العالي للفنون المسرحية او للفنون عامة يعني، فطبعا هو قال له عليها وخدها فعلا زكي طليمات، ادها البدر لاما، بدر لاما ده كان مخرج وممثل، خلاها مثلت في شوية أفلام بس أدوار إيه صغيرة يعني زي كومبارس، أدوار متكلمة حاجة بسيطة. من هنا بدأت الانطلاق بتاعها وبدأت الطلب، وبدأت خصوصا لأنها كانت بتتملق أي مخرج أي فنانة كبيرة، كانت بتقعد تنافقه لغاية ما كان يوصلها. هذه الفترة بعد ما وصلت وبقى جراها عالي بقى وبقت يطلبوها وبقت تعمل أفلام ببطولتها، ظهرت مين؟ الفنانة الجميلة الكبيرة فاتن حمام. طبعا كل طبعا هي رأي إبراهيم كانت بتزود في الأجر بتاعها، فكان المخرجين لما كانوا يجوا يطلبوا مثلا رأي إبراهيم في أي عمل فكانت تعلي الأجر بتاعهم، فإيه
يقول لها لا احنا هنجيب فنانات تانية، هنجيب زي فاتن حمامة. فكانت بتحس ان فاتن حمامة دي بدأت تسحب البساط من تحت رجليها، لدرجة ان يوسف وهبي شافها مرة في فيلم، عجبه أداءها وعجبه تمثيلها، فايه هياخدها معاه في فيلم. وكان كان بطولة، هي كانت بطولته يعني، كان يوسف وهبي هيبقى البطل وهي البطلة قدام والأم والأب، وكان اللي هيبقى بنتهم في الوقت ده فاتن حمامة. كان الفيلم ده اسمه ملاك الرحمة. حتى الفيلم ده فيما بعد عملوه برضو افلام تانية، هو نفس القصة عملوها فنانين تانيين. فالمهم طبعا هي رفضت رفضا باتا ان فاتن حمامة تيجي معاها في فيلم، وكانت فاتن حمامة هتبقى بنتها. رفضت رفضا باتا، قالت له لا، حتى هي كانت بتقبض 2000 جنيه في الفيلم، قالت له خلاص انا هاخد 1000 جنيه ولكن ما تجيبش فاتن حمامة. طبعا يوسف وهبي طبعا هو المخرج وهو البطل، قال لها لا طبعا انا المخرج وانا البطل، ولا انا اللي احكم ايه اللي يبقى مين اللي يبقى في فيلمي او لا. لو انت صممتي على رايك فانا همشيكي واجيب واحده تانية تقوم بدور البطوله. فالمهم وافقت على البطوله وفضلت مثلت معايا الفيلم. ولكن في اثناء بقى التصوير والاعداد والحاجات دي بدات تطلع على فاتن حمامه اشاعات عشان تقرر فيها المنتجين والمخرجين، وتقول ان هي على علاقه بيوسف وهبي، وكانت يعني بقت تسوق في اخلاق فاتن حمام نقديم. وهي بتمثل بقى في الافلام، وتعرفت على واحد مهندس صوت كان اسمه مصطفى والي، حبته قوي وهو كمان حبها واتجوزهم وعاشوا مع بعض فترة. في أثناء الفترة دي لما هي اتجوزت مصطفى والي بقى واتلخمت بقى في التمثيل وفي الأفلام وبتاع، ظهرت العالمة المصرية الشهيرة الرائعة الله يرحمها سميرة موسى. وكانت أول عالمة ذرة مصرية، وكانت من محافظة الغربية. سميرة موسى دي اتعلمت في جامعة فؤاد الأول، درست العلوم في جامعة فؤاد الأول، وكانت جامعة فؤاد الأول دلوقتي هي جامعة القاهرة. وكانت بتطلع الأول دايما، واتعينت معيدة في الجامعة، وجات لها بعثة من بريطانيا، وفعلا راحت بريطانيا ودرست هناك الإشعاع النووي، وحصلت كمان على الدكتوراه. ورجعت مصر وقعدت فترة، وكانت سنة 1951 جالها بعثة تانية في أمريكا، وسافرت فعلا سنة 1951 ودرست هناك جامعة سان لويس. حتى هناك هم عرضوا عليها إن هي تشتغل معاهم هناك ويعملوا هم كمان مفاعل نووي وهي معاهم، يعني بأبحاثها بدراساتها بخبرتها، وهم طبعا بالمعدات والمال والحاجات دي. طبعا هي رفضت وقالت إن هي لازم ترجع مصر. كان مين بقى متابع حياة نبوية سميرة موسى متابعها في الوقت ده؟ طبعا إسرائيل شافتها. طبعا زقت عليها مين؟ زقت عليها دي رأي إبراهيم، اتصاحبت عليها وهي في أمريكا، كانت تروح لها وتجي لها، وأنا مصرية زيك، وبقت تجي لها وتروح لها وصاحبتها، وبقوا صحاب قوي، ولما جت مصر جت معاها والكلام ده كله، لغاية ما نبوية موسى سميرة موسى اطمنت ليها وصاحبتها جدا. ولدرجة ان كانت ظهرت بقى كاميرات التصوير والحاجات دي، فقاموا عاتيين لرأي ابراهيم كاميرا، فراحت صورت بيت سميرة موسى حتة حتة، المخارج والمداخل، صورت البيت كله وخلتها جوه مثلا بتعمل اي حاجة، راحت واخدة المفتاح بتاعها عاملة كوبي يعني نسخته على صابونة كانت معاها في شنطتها، وقامت عاتياها اللي هو ايه ضابط اسرائيلي، وقامت بعدها بالليل راحت عزمها على العشاء. طبعا هي مطمنه لها. دخل الضابط الاسرائيلي بقى بعد ما هي راحت معاها على العشاء، طبعا بس صور ابحاثها كلها 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 والملفات والاختراعات بتاعتها اللي هي كاتباها على الورق يعني، وخدوها عندهم علشان يعملوا هم بقى اسرائيل تعمل بقى هي ايه القنبله النوويه، ويبقوا متفوقين على العرب. هم لما عرفوا ان واحده عربيه هتبدأ تعمل حاجة زي دي، هما خافوا جدا من العرب، فقالوا لازم احنا نسبقهم بخطوة ويعملوا هما دي بقى، وهما بقى يهددوا العالم زي ما هما عايزين. بعد فترة طبعا هي سميرة موسى ما عرفتش ان حد دخل عندها البيت، ولا حد صور حاجة، ولا حد عمل حاجة، ما حسيتش يعني. المهم بعد فترة راحت تكمل بقى بقيت أبحاثها. طبعا بعتوا لها من هناك من جامعة كاليفورنيا ان هي تروح علشان تشوف المفاعل النووي بتاعهم وتشوف الابحاث بتاعتهم وتطلع عليها يعني، بما انها خبيره في الحاجات دي. وقالوا لها هنبعت لك عربيه بالسواق.
طبعا هما ايه اللي سوقوا العربيه كلها، كانت مين اللي قاعده وهما بيتصلوا بيها؟ كان اللي قاعد ساعتها رأي ابراهيم. المهم اللي السواق جالها والعربيه تاني يوم، اما ركبت فيها ومشيت فجأة لقت سميرة موسى، لقت اتفاجئت ان السواق بينط من العربيه في لحظتها، عربيه من ورا ضربتها قلبها ماتت في ساعتها. قعدوا بقى طبعا هناك في الشرطة قعدوا يبحثوا ويعملوا، فقالوا ان العربية اللي هي خبطتها الكبيرة دي حد اسرائيلي كان راكبها، فهم سكتوا على الامر وخلاص الامر خلص. الامور دي كلها ما تعرفتش الا لما كانت حفيدة رأي ابراهيم بتكتب في مذكراتها. حفيدة رأي ابراهيم كانت اسمها ريتا ديفيد توماس، وهي كانت بتكتب، اتعرف الموضوع عنها بقى، عنها هي منها هي، لانها ما كانت بتكتب في مذكراتها قالت ان السبب في موت سميرة موسى ديت هي جدتها، بتتباهى ان جدتها عملت عمل عظيم عشان اسرائيل، وقالت ان هي السبب في موتها وهي اللي دبرت لها معاهم طبعا الحادثة. وكمان زوج مصطفى اللي هو مصطفى جوز رأي ابراهيم قالت له تعالى نسافر فرنسا، احنا ما عندناش حاجه هنا ونقعد هناك. بعد فتره اختفى في فرنسا، ما حدش يعرف عنه حاجه، هو عايش مات، قتلته ما قتلتوش الله اعلم. وبعد فتره هي اتجوزت ضابط اسرائيلي، وكمان كانت اتعينت بقت يعني سفيره للنوايا الحسنه لاسرائيل في امريكا، وكانت بتشرف على مركز هام في مهرجان كان اللي كانت عمل زمان ايامها. مهرجان ده كان فيه بعثة مصرية طالعة بالأفلام أو بعثة عربية طالعة بأفلامهم، رفضت إن هي تخلي البعثة العربية تشارك أبدا في المهرجان، وهم فعلا سمعوا كلام، واللي شارك في المهرجان ساعتها البعثة الإسرائيلية، فهي كانت تكره العرب بشدة يعني. وبعد موضوع المهرجان ده بقى هي ما عادش بقى ولاها في التمثيل، ولا عادت بتمثل، ولا عادت بتعمل أفلام ولا حاجة، لأن خلاص هي كانت مشهورة بس في مصر، ومصر اللي شهرتها. بعد كده فتحت بوتيك بتبيع فيه هناك بقى عندهم هناك في أمريكا، فتحت بوتيك بتبيع فيه الأنتيكات الإسرائيلية، وده كانت آخر حاجة نعرفها عنه. الله أعلم بقى بزوجها ده موتته اللي هو مصطفى والي، واللي معايش ولا الله أعلم. وبكده نعرف إن يعني إحنا كنا واخدين ظننا عن ممثلات كتير بنحبهم، وطلعوا في الآخر هم يعني بيكرهوا العرب وبيكرهونا يعني. فأدينا دي نبذة عن حياتها والله أعلم. وكده خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.